بعد عملية المقاومة الفدائية التي قتل فيها حاخام صهيوني قرب قرية صرة غرب نابلس، كثفت قوات الاحتلال من حملة مداهماتها لمدينة نابلس والقرى المحيطة بها، حيث وسعت من دائرة البحث لتشمل قرى بعيدة عن مكان العملية في الشرق والشمال لمحاولة العثور على طرف خيط للوصول إلى المقاومين. الاقتحامات اليومية هدفت إلى مصادرة كاميرات المراقبة التي يستخدمها الفلسطينيون. من خلال نسخ المواد وجمع المعلومات يستطيع الاحتلال رسم خط سير انسحاب المقاومين، وعلى الرغم من مرور ما يقرب من أسبوع على تنفيذ العملية وعدم كشف الاحتلال لهوية المنفذين، فإنه يأمل بالعثور على المقاومين من خلال مصادرة هذه الكاميرات. لذلك انتشرت دعوات من النشطاء لحث أصحاب المحال التجارية وكل من يمتلك كاميرات مراقبة على إتلاف الحافظات، أي شرائح التخزين، وليس مسح المواد عنها، وذلك لسهولة استرجاعها. النشطاء يقولون في حملتهم إن هذا يساعد المقاومين على التخفي وحمايتهم من الاغتيال أو الاعتقال. هل يستجيب أصحاب الكاميرات الخاصة بإتلاف المواد المسجلة لديهم وحماية ظهر المقاومة؟